الكرة الأخيرة، وطبعا بعد نشوفوا أكيد الإعادة والمخالفة ستعود للنادي الإفريقي. احتجاج بنك بودلاء وجماهير الملعب التونسي أكيد على العملية الأخيرة. نشوفوا اللقطة من جديد إذا كان واضحة. أكيد هاي الإعادة بين زوز ملعبية، صعب الإعلان عن ضربة جزاء الحقيقة في العملية الأخيرة. لعب الملعب التونسي بين زوز مدافعين من النادي الإفريقي في توقيت 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والتعادل مازال 0-0. مباراة تنقصها الأهداف، أيضا ينقصها العمق الهجومي، وكل فريق حاول يستغل أخطاء الفريق المنافس. ماريناش بناء سلسل هجمات بالنسبة للنادي الإفريقي، أيضا للملعب التونسي باسيرو كومباوري، والكرة في الأخير تخرج رمية تماسي صالح النادي الإفريقي. حمزة العقربي والإفريقي أكيد يبحث على الحلول، ما لقاهاش لحد الآن، منتشر كما يجب فريق الملعب التونسي. هذه كرة لباسيرو كومباوري، معتز الزمزمي، فما بالفعل فما مخالفة لدفاع الملعب التونسي. شأن الملعب التونسي لي أيضا ما لقاش الحلول في دفاع النادي الإفريقي. على كل كرة ترجع بضربة مخالفة علي جمل. علي جمل على الكرة، أمامكم على الصورة الحارس المتألق القادم من الترجي الرياضي التونسي، ثبت نفسه كأساسي في تشكيلة المدرب جلال القادري مع انتدابات القيمة لفريق الملعب التونسي. هذه كرة لسيكيرو، قلت قام بانتدابات كبيرة منها أيضا الحارس المتألق سامي هلال. كم هي صعبة الأماكن الأساسية في الملعب التونسي. أيضا النادي الإفريقي انتدابات كبيرة، خاصة نحكيه على الجناح النيكاراغوي كارلوس تيفاريا، أيضا الظهير الأيسر برينو لورين. ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، معتز الزمزمي صحيح دفاعيا موجود في وسط ميدان النادي الإفريقي، ولكن هجوميا ثقل زايد، معروف أنه ناقص نسق المقابلات. على كل ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، زهير الذوادي على الكرة، ياخذ وقته زهير الذوادي، قد يجد الظل نتاعو الإفريقي الملعب التونسي في الكرات الثابتة. هذه كرة لإسكندر العبيدي، غالطة من فخر الدين الجزيري. هذه كرة للبقلاوة، هجمة سريعة من الجهة اليسرى، فما دفاع النادي الإفريقي يتمالك. سيف الدين بن عكرمي وزع الكرة وتخرج رمية تماس للملعب التونسي. سيف الدين بن عكرمي مع ارتفاع وتيرة التشجيع جماهير الملعب التونسي. هذه كرة ترجع من دفاع النادي الإفريقي كما جاءت، التسديد هجمة معاكسة لباسيرو كومباوري. باسيرو كومباوري معتز الزمزمي، المرة هذه ما فماش المخالفة. الكرة بالراس غازي عبد الرزاق لتأمين التغطية الدفاعية، الشماخي وسام يحيى، الترويث ثم التمرير في اتجاه غازي عبد الرزاق يبحث عن المساندة، فما باسيرو كومباوري معتز الزمزمي، ماذا يفعل؟ باسيرو كومباوري سريع، الكرة للشماخي يشق الملعب بالعرض، التمرير خاطئ من ياسين الشماخي، موسم مركز وتضيع فرصة جديدة عن النادي الإفريقي. تعود الكرة من جديد لصالح النادي الإفريقي، حمزة العقل إلى زهير الذويد، زهير الذويد بهي التمرير إلى حمزة العقربي، خطير الهجوم للإفريقي، التوزيع إلى باسيرو، خطير، أوه غريبة جدا من باسيرو كومباوري، فرصة افتتاح النتيجة ذي على النادي الإفريقي. تعود الكرة بعكس هجوم لصالح الملعب التونسي، هيمن الصفيقس، هيمن الصفيقس، يتعدى الصفيقسي والحكم ماذا يقول؟ ست أمتار لصالح النادي الإفريقي. غريبة جدا كرة باسيرو كومباوري، عمل الترويض ممكن في كرة هذه التسديد المباشر. هاي الإعادة، التوزيع على طبق من حمزة العقربي، ارتبك باسيرو والتصدي كان حاسم من علي الجمل. هاي الإعادة لمطالبة الملعب التونسي بضرب الجزاء في الكرة الأخيرة، فيها وعليها الحقيقة، فيها وعليها. غريبة جدا كرة باسيرو تقريبا وجه لوجه امام الحارس، هو التدخل كان حاسم من علي الجمل. هاي الإعادة، فما اليد ما
من لاعب النادي الافريقي. تقدير الحكم انه ما فماش ضربه جزاء مع تغيير ثاني في تشكيله النادي الافريقي. سيكون صبر خليفه، سيكون صبر خليفه، واعتقد مكان معتز الزمزمي. تغييرات المدرب الاسعد الدريدي. ابرز فرصه الى حد الان للنادي الافريقي كره باسيرو كومباوري. ان شاء الله لاباس. فما كالعاده زوج ملاعبيه، واحد من الملعب التونسي واحد من النادي الافريقي. حسام بنينه من جهه، وهي الاعاده مره اخرى من زاويه اخرى بين اسكندر العبيدي ولاعب الملعب التونسي ايمن الصفاقسي. يقوم حمزه العقربي وكذلك حسام بنينه. 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وديما التعادل صفر مقابل صفر. صبر خليفة باش ياخذ مكانه في هذا الشوط الثاني. حكى المدرب يقول له ينتظر باعتبار انه حمزة العقربي مازال ما رجعش للميدان. يمشي نور الدين الفرحاتي، يلعب كرة طويلة إلى باسيرو بالراس لزوار الذوات. كما جات ضايع، ياخذها هيكل الشيخاوي، هيكل الشيخاوي، البحث عن سيكيرو مع الجزير، يتعدى سيكيرو، خطيرة الكرة، خطيرة وتدخل من الدفاع. خطيرة الكرة وتدخل من الدفاع، وأبرز فرصة للملعب التونسي. الدفاع الأفريقي كان متمركز جيدا في هذه الكرة الأخيرة. هذا علي معتوك إلى الشيخاوي. الشيخاوي حمزة حدة، حمزة حدة، والتمريرة قصيرة ما ياخذهاش باسيرو. يمشي وليد حسني، وليد حسني طويلة وترجع من الدفاع، خطيرة من جديد صفاقس وتسديد، والكرة جانبية. باية تسديدة بلال آية مالك، يسدد على يسار الحارس نور الدين الفرحاتي، يغادر ياسين الشماخي ويأخذ مكانه صابر خليفة. باش يدخل صابر خليفة بعد ما لعب دقائق في لقاء الديربي، وباش يلعب ما تبقى من هذه المباراة مكان ياسين الشماخي. والثاني تغييرات المدرب الاسعد الدريدي. ومردود محير لياسين الشماخي. شوف الإعادة، ساكيرو المهاجم النيجيري، وبلال آية مالك يسدد في الزاوية البعيدة، كادة تغالط الحارس الشاب البديل نور الدين الفرحاتي. نسق ارتفع في هذا الشوط الثاني. الملعب التونسي يرد عن النادي الافريقي بزوز فرص، زوز كرات كادت تاتي بالجديد. الكرة للملعب التونسي، ساكيرو مهاجم خطير النيجيري، هذه كرة في القائم الثاني، قد يكون الهدف الأول. أبرز فرصة في المباراة هيكل الشيخاوي، يضيع فرصة أمام شباك شاغرة، ولكن الملعب التونسي لم يهتدي للشباك مع بطبيعة تألق هاليمي سيكيرو المهاجم النيجيري. وهذه الإعادة هو سبب الخطورة لهجوم الملعب التونسي، ولكن يضيعها بشكل غريب هيكل الشيخاوي كما أضاعها باسيرو كومباوري. ولكن الملعب التونسي لحد الآن في الشوط الثاني هو أكثر وصولا للمرمى، والمخالفة للنادي الإفريقي. كيف سيكون رد النادي الإفريقي على الهجمات الأخيرة للملعب التونسي؟ أن السق بدا يرتفع، هذا بطبيعة يبين ويدل قيمة الزوز فرق، وأن السق ارتقى إلى فوق المتوسط، وننتظر إن شاء الله إلى الحسن لملا. المخالفة للنادي الإفريقي، يمشي منظر القاسمي لتنفيذ المخالفة. الكل متمركز في مناطق الملعب التونسي. اسكندر العبيدي، فما الضغط، اسكندر العبيدي وكورتو تتجاوز الخط النهائي للميدان. تقريبا النادي الافريقي الفرصه الاختيره اللي صنعها في الشوط الثاني كانت مع تقدم الظهير الايمن حمزه العقربي وقيمه الاظهره في كره القدم المعاصره. الافريقي قام بفرصه قلت خطيره كانت مصدرها الرواق الايمن. الكوره الحارس المتالق علي جمل، ياخذ وقته علي الجمل. سيكيرو بدا يدخل في المجموعه كاول مباراه ليه رسميه مع الملعب التونسي. صبر خليفه، كره
باسيرو كومباوري، باسيرو الضغط سريع، باسيرو بوركيني نادي الافريقي ايضا مدافع الملعب التونسي وليد حسني، وفي الاخير الافضليه ويربح الثنائيه وليد حسني. تعود برمي التماس سرح الملعب التونسي، فرص موجوده في هذه الدقائق لكن الاهداف غايبه الى حد الان. علي معتوك كما جات تماس لصالح النادي الافريقي، التماس لصالح الافريقي، هل يقدر واحد من زوج فرق على تسجيل هدف في هذه الدقائق؟ هذا صبر خليف، صبر خليف يسقط، صبر خليفة فماش مخالف، تعود لصالح الملعب التونسي. بلال ايت مالك والحكم يقول مخالفه لصالح النادي الافريقي، المخالفه لصالح النادي الافريقي. انتظار تغييرات المدرب جلال القادري، قد يكون لاعب ديسن بن نصر او كذلك فيكتور اباتا، انتدابات الملعب التونسي في فترة الانتقالات الشتوية. زهير الذوادي، زهير الذوادي ينتظر اشارة الحكم مسامة بن اسحاق من اجل تنفيذ ضربة المخالفة. زهير الذوادي الى صبر خليفة بالراس، خطير حمزة العقل، والكرة تماس لصالح ستة امتار لصالح الملعب التونسي. التنفيذ سيء في الحقيقة من زهير الذوادي، هو التعامل أسوأ من حمزة العقربي في الكرة الأخيرة، والتعادل مازال صفر مقابل صفر بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. وقت تشوفوا الترتيب تعادل ونقطة وحيدة لا تساعد للملعب التونسي هو للنادي الإفريقي. كرة ترجع في وسط الميدان، منظر القاسم، وسام يحيى بالراس إلى زهير الذوادي، معتز الزمزم يخش الكرة، تعود لسيف الدين بالعكس، وبلال ايت مالك لاعب متميز، بلال ايت مالك في تشكيلة الملعب التونسي. سيف الدين بالعكر يلعب بسرعة، حمزة حد، حمزة حد ينتظر المساندة، يمشي حسام بنينة في قلب دفاع الملعب التونسي. حسام بنينة يطول الكرة، ما فما حد، فما الحارس نور الدين الفرحاتي اللي يخلي الكرة ستة أمتار لصالح النادي الإفريقي. ممكن على كرة ثابتة، ممكن على غلطة دفاعية، قد واحد من زوج فرق يحسم المباراة، وثلاث نقاط ستكون هامة جدا. زهير الذوادي ما تتعداش كورتو، ترجع من جديد حمزة حد إلى سيكيرو، خطير الهجوم، سيكيرو ولا إلى شيخاوي، شيخاوي التسديد وترجع من الدفاع سيف الدين بالعكري، سيف الدين بالعكري مازال لاعب من هيكل الشيخاوي على أرضية الميدان. بلال آية مالك يتعدى، ما يتعداش، يبحث عن المساندة، يرجع كرة حمزة حد في وسط الميدان، حمزة حد وغلطة كورتو، ياخذها منظر القاسم، منظر القاسم قصيرة إلى وسام يحيى، وسام يحيى غلطة تمريرته إلى معتز الزمزمي ويصلح حمزة العقل، حكم يعطي الأسبقية، معتز الزمزمي إلى زهير الذوادي، زهير الذوادي من الجهة اليمين، ذوادي إلى الزمزمي، الزمزمي التوزيع بالساق اليمنى، باسيرو بالراس ما يخش كرة كما يلزم وترجع من حسام بنينة. والكرة ترجع من حسام بنينة مرة أخرى لصالح النادي الإفريقي. حمزة العقل إلى زهير الذوادي، أخطر الإفريقي في هذه الدقائق. زهير الذوادي التوزيع خطير، هو الحارس علي الجمل، هو موجود علي الجمل مع باسيرو، روح رياضية كبيرة من حارس مرمى الملعب التونسي وكذلك مهاجم النادي الإفريقي. هاي التوزيعة من زهير الذوادي، ومتألق علي الجمل في التصدي لباسيرو في الكرة هذه والكرة اللي قبلها، الوقت اللي كانت كرة أخطر لخط هجوم النادي الإفريقي. ترجع من جديد سيف الدين بالعكر، يرتبك سيف الدين بالعكر، يضغط معتز الزمز، ياخذ الكرة معتز الزمز، سرعة كبيرة على الكرة، هو المخالف، وفما مخالفة لصالح الملعب التونسي. الاندفاع موجود من معتز الزمزمي لكن في الأخير الكرة ترجع للملعب التونسي عالية. فخر الدين الجزيري لكن سيكيرو أسبق من مدافع النادي الإفريقي، هيكل الشيخاوي يبحث عن المساندة، علي معتوق على الجهة اليمين، علي معتوق قدامه غازي عبد الرزاق، واحد اثنين لكن ترجع للنادي الإفريقي. هجمة معاكس، زهير الذوادي، زهير الذوادي هز الكرة ويربح ضربة مخالفة. زهير الذوادي أمامكم على الصورة يربح ضربة مخالفة، يربح الثنائية مع عصام بن خميس. فيكتور أباتا باش ياخذ مكانه نيجيري آخر في تشكيلة
على ملعب التونسي. بالفعل فيكتور أباتا باش ياخذ مكان بلال ايت مالك الثاني. هذا اول التغييرات بالنسبه للملعب التونسي في المقابل. النادي الافريقي قام بزوز تغييرات، الاول اضطراري خروج عاطف الدخيلي ودخول نور الدين الفرحاتي، وتغيير ثاني تكتيكي دخول صابر خليفه وخروج ياسين الشماخي. واول مقابلات فيكتور أباتا على غرار أليمين سيكيرو اللي اظهر امكانيات ممتازة. هذه كرة للنادي الافريقي، غازي عبد الرزاق في القائمة الأول ترجع لكن تبقى للنادي الافريقي صابر خليفة، والحكم يقول ضربة مخالفة للنادي الافريقي قبل الخط نتاع منطقة ال 18. كرة لصابر خليفة كان خطير على الدفاع الملعب التونسي. صابر خليفة والخبرة تصنع الفارق إلى حد الآن مع ابتعاده على نسق المقابلات، لكن الدهاء موجود لصابر خليفة. الكرة والمخالفة للنادي الإفريقي وسام بن يحيى، الكل متمركز في منطقة ال 18. دفاع الملعب التونسي، أيضا هجوم النادي الإفريقي مع غازي عبد الرزاق، أيضا المنظر القاسمي وحمزة العقربي. ضربة المخالفة، الكل ينتظر مصير هذه المخالفة. وسام يحيى في دقيقة 30 على الكرة، وسام يحيى تضرب في الدفاع، تبقى للنادي الافريقي ولكن سالم ما عرفش يتعامل مع الكرة. زهير الذويدي ترجع للملعب التونسي. علي الجمل كرة عالية، فما غازي عبد الرزاق ياخذها بالراس، تبقى للنادي الافريقي. وسام يحيى ما ياخذهاش، صابر خليفة ترجع من دفاع الملعب التونسي. فخر الدين الجزيري، وفي الأخير كرة تمشي رويدا رويدا لرمية 6 أمتار بعد الدخل الأخير من فيكتور أباتا على غازي عبد الرزاق. قاعد يربح في الثنائيات هذا المهاجم علي ميسي كيرو معوض جيم بنزا. ملق على أرضية الميدان الظهير الأيمن علي معتوق. علي معتوق قاعد يقدم في مستوى كبير منذ التحاقه بالملعب التونسي. بدا ينخفض نسق المباراة مع قربنا، وهذه الإعادة للكرة الأخيرة. والمخالفة من وسام يحيى تضرب في علي معتوق وتضيع فرصة على النادي الإفريقي، أكيد مهمة جدا خاصة أنه بدينا نقربوا للربع الأخير وربع الساعة الأخير قبل نهاية المباراة ولا الشوط الثاني. على كل تغيير اخر او باش يرجع لي معتوك لصالح النادي الافريقي. يمشي صابر خليف، صابر خليف يتعدى ما يتعداش، صابر خليف يبحث عن المساندة، تسديد وسهلة في دين علي الجمل، سهلة الكرة في دين علي الجمل حارس مرمى الملعب التونسي. صعبة الدقائق هذه، صعبة على الزوز فرق، على النادي الافريقي وكذلك الملعب التونسي. ياخذها السيكيرو، لا ترجع لصالح الملعب التونسي، يعود زهير الذويد. زهير الذويد يمشي، زهير الذويد وكل كرة تقطع لصالح الملعب التونسي. سيف الدين بالعكرمي، سيف الدين بالعكرمي إلى سيكيرو، تعود لصالح التماس لصالح الملعب التونسي. التماس يعود لصالح الملعب التونسي. دقائق صعبة جدا. حكم ماذا يقول؟ المخالفة لصالح الملعب التونسي. إثارة تنفيذ ضربة المخالفة. صالح الملعب التونسي. يمشي الشيخاوي لتنفيذ المخالفة. صراع كبير في 18، تنفذ المخالفة بالراس في مرة أولى خطيرة.
والحكم يقول فما لمسة يد، أعتقد لمسة يد بالفعل على خط هجوم الملعب التونسي. يبقى ملقى على أرضية الميدان منذر القاسمي. هاي الإعادة للكرة الأخيرة. يمشي نور الدين الفرحاتي. صعبة المباراة، صعبة جدا. ظفر بثلاث نقاط ستكون مهمة صعبة جدا سواء للملعب التونسي أو للنادي الأفريقي. تعود للنادي الأفريقي. اسكندر العبيد يطول الكرة لمعتز الزمزم، ترجع من دفاع الملعب التونسي. وسام يحيى الى باسيرو. باسيرو يمشي، باسيرو سيب حضانة توزيع، يلعب الكرة بها التمرير والكرة ترجع من دفاع الملعب التونسي الى منذر القاسم. اسكندر العبيد يلعب لزهير الذوادي، يرجع من تسلل بالفعل، تسلل على خط هجوم النادي الافريقي. يلعب، يلعب بسرعة، سريع جدا خط هجوم الملعب التونسي. ياخذ اسكندر العبيد، اسكندر العبيد الى زهير الذوادي. زهير الذوادي يتماس، يعود الافريقي. معتز الزمز يلعب بسرعه، زهير الذوادي هو التدخل الدفاعي والكره في الركنيه، والكره في الركنيه لصالح النادي الافريقي في توقيت 34 35 دقيقه لعب 10 دقائق على نهاية المباراة. نلعب في 80 دقيقة لعب من المباراة، هو التعادل السلبي لحد الآن. يمشي زهير الذوادي، زهير الذوادي يمشي ينفذ كالعادة كل الكرات الثابتة، المخالفات والركنيات في تشكيلة الأفريق. زهير الذوادي يلعب الكرة فخر الدين الجزيري، فما مخالفة ويرتكب المخالفة مدافع النادي الأفريقي على حسام بنينة مدافع الملعب التونسي. هو امامكم فخر الدين الجزيل، يلعب بسرعه الى علي الجمل. علي الجمل يطلع غازي عبد الرزاق بالراس، وسام يحيى، صبر خليف، صبر خليف، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، وسام يحيى. هو الكره في التماس لصالح الملعب التونسي، التماس لصالح الملعب التونسي. سق انخفض كالعادة في هذه الدقائق. كل فريق أكيد ما يحبش يقبل هدف، ما يحبش يخسر المباراة، طبيعي جدا. إن شاء الله لاباس بالنسبة للاعب الملعب التونسي. إن شاء الله لاباس أكيد للاعب الملعب التونسي حمزة حدة، ملقى على أرضية الميدان. أتمنى السلامة لكل اللاعبين، وتوسط الميدان الدفاعي للملعب التونسي. هاو يقوم نشاهد فيه رويدا، رويدا لتلقي الإسعافات. الدربي على 124 لحد الآن مازال متعادل 0-0. نتيجة كانت مسجلة في إياب الموسم لفرت هنا في باردو لما تعادل الملعب التونسي مع النادي الافريقي، لكن 14 لقاء قبل اخر ديربي اللي حكيت عليه بتبيع اياب الموسم الماضي تسجل فيهم الاهداف من موسم 2009-2010 قبل اخر تعادل كما قلت اياب الموسم الفارط. كوره علي معتوق، سيكيرو ياخذ الكره ولكن تمشي رميه تماس، ويبقى الامتلاك للملعب التونسي. علي معتوق التمرير، وسام يحيى ياخذ الكرة بالراس، صبر خليفة، باسيرو، الحكم ماذا يقول؟ بالفعل المخالفة للملعب التونسي بعد العملية الأخيرة، والمخالفة لمدافع البقلاوة حسام بنينة. حسام بنينة يستلم الكرة من صبر خليفة، يبحث عن زاوية التمريرة والتوزيع، ماذا سيفعل مدافع البقلاوة؟ الكرة عالية بالراس، غازي عبد الرزاق هيكل الشيخاوي في منطقة ال 18 يوزع في القائم الثاني، يسقط على أرضية الميدان، والحكم وسام بن إسحاق قريب من العملية يقول
رميه 6 امتار امامكم على الصوره، قاعد يحاول علي ميسي كيرو هذه الاعاده يساريه مراوغه من الشيخاوي ثم توزيع باليمين وفي الاخير يسقط ارضيه الميدان النيجيري علي ميسي كيرو وموجود قريب من كل الكرات ولياقه بدنيه ممتازه وعاليه من الحكم وسامه بن اسحاق. كره عاليه تبقى لوسام بن يحيى، حمزه العقربي الترويج سليم ولكن التمريره خاطئه لاقدام لاعبي الملعب التونسي. هذه كره هجمه للملعب التونسي العقربي، فماشي المخالفه حمزه العقربي وهجمه جديده للنادي الافريقي مع اقترابنا من نهايه المباراه في وقت الاصلي اقل من 7 دقائق. باسيرو كومباوري الترويج، شوف المراوغه، شوف الفنيات، شوف السرعه. باسيرو كومباوري 1-2 مع معتز الزمزمي ولكن تخرج من دفاع الملعب التونسي. سيكيرو سيكيرو ولكن موجود فخر الدين الجزيري. وسام يحيى يسرع الكره في اتجاه صابر خليفه، صابر خليفه التمرير لمعتز الزمزمي يمشي منذر القاسمي. زهير الذوادي يبحث عن مسانده خاطئه من زهير الذوادي وعديده هي الكرات الخاطئه بعنوان واقدام زهير اللذواتي. الخمسة دقائق الأخيرة في هذه المباراة ومع تغيير في تشكيلة الملعب التونسي، دخول يوسف الترابلسي 18 مكان 15 اللي هو أيمن الصفاقسي، تغيير في تشكيلة المدرب جلال القادري بعد زوج تغييرات في تشكيلة المدرب الأسعد الدريدي والتغيير الثالث كيف كيف في تشكيلة الإفريقي بلال الخفيفي. بلال الخفيفي باش ياخذ مكانه في تشكيلة النادي الافريقي، هكا يكون كمل كل التغييرات والمدرب الاسعد الدريدي، بينما كما قلت اللاعب يوسف الترابلسي مكان ايمن الصفاقسي. هل تعطي اكل هالتغييرات سواء بالنسبة لافريقيا بالنسبة للملعب التونسي؟ التماس يعود للافريقي او بلال الخفيفي مكان زهير الذوات. يغادر زهير الذوادي وياخذ مكانه بلال الخفيفي باش يكمل معتز الزمزمي المباراة كيف وكيف باسيرو في خط هجوم النادي الافريقي. بلال الخفيفي يمشي حمزه العقل يمشي نفذ التماس حمزه العقل الى بلال الخفيفي، اول لمس للكره بلال الخفيفي ويربح المخالف، يربح المخالفة لصالح النادي الافريقي. خمسة دقائق ستكون صعبة جدا. حمزة العقل في غياب وفي خروج زهير الذوادي يمشي هو لتنفيذ المخالفة. حمزة العقربي ينتظر إشارة الحكم، يلعب الكرة خطيرة ترجع من سيف الدين بالعقل إلى الوفد الجديد هو فيكتور اباتا، تعود لصالح النادي الافريقي. صابر خليف باهي الكره لبلال الخفيف، حاول يلعب مع باسيرو، توصل الكره باسيرو الى حمزه العقربي، حمزه العقربي ينتظر المساند فماش برشا حلول، يرجع الى الخلف الى حارس مرميه نور الدين الفرحات، نور الدين الفرحات الى فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري يلعب الكره وسام يحيى، وسام يحيى الى صابر خليفه مش متسلل يمشي صابر، خطيره الكره صابر خليفه، خطيره الهجوم لصالح النادي الافريقي بالتمرير خطيره ومتميز جدا باسيرو والحارس متميز جدا علي الجمل، ممتاز جدا حارس مرمى الملعب التونسي فسخ هدف محقق لصالح النادي الافريقي. هاي امامكم الاعاده والامتياز لحارس مرمى الملعب التونسي، متميز جدا على الجمل عكس هجوم لصالح الملعب التونسي. الشيخاوي قصير الكره ويخلط اسكندر العقربي، مازال الهجوم لصالح الملعب التونسي. الصفاقسي خطير السيكيرو، ماذا يقول حكم؟ فاما مخالف، مخالف على 18 لصالح الملعب التونسي، مخالف على خط 18 لصالح الملعب التونسي. دقائق مجنونه في هذه اللحظات، فراد المباراة نجم نقولوا تصدي المباراة بالنسبة لعلي الجمل، فسخ هدف محقق للنادي الافريقي. هو ممكن على الصورة علي الجمل حارس مرمى الملعب التونسي، امتياز من صبر خليفة في التمرير والتسديد من معتز الزمزمي
ثم التصدي كان حاسم من علي الجمل في الكرة الأخيرة يخلي فريقه في المباراة، يمنع فريقه من هدف محقق على الأقل لحد الآن. من بعيد يرجع علي الجمل باليد اليسرى يخلي فريقه مازال في المباراة، لأنه قبول هدف في هذه الدقائق ستكون صعبة جدا العودة في المباراة. علي الجمل قلت مستوى ممتاز جدا في الجولات الأخيرة، انتظار تنفيذ ضربة المخالفة خطيرة للملعب التونسي. موجود فيكتور أباتا وكذلك سيف الدين بالعكرمي. كيف سيكون التنفيذ المخالفة للملعب التونسي؟ دقيقتين قبل نهاية المباراة، هل يقدر واحد من زوج فرق على تسجيل هدف الانتصار؟ فيكتور أباتا أم سيف الدين بالعكرمي هو اللي باش ينفذ الكرة؟ سيف الدين بالعكرمي يسدد الكرة، خطيرة والكرة في الركنية، والكرة في الركنية بعد تدخل من دفاع النادي الافريقي. وفرص بالجملة مع نهاية المباراة، واحدة للافريقي واخرى للملعب التونسي، وضربة ركنية لابناء جلال القادر، وهذه الاعادة سيف الدين بن عكرمي، ولكن يخلط متاخر اليمي سيكيرو. ضربة ركنية للملعب التونسي ترجع من باسيرو كومباوري، لياقة بدنية عالية من فهد البوركيني. باسيرو كومباوري معتز الزمزمي ياخذ الكرة من الفرص نتاع النادي الافريقي. الخطيرة كانت من أقدام معتز الزمزم. باسيرو كومباوري يبحث عن المساندة، باسيرو يخسر الثنائية، ترجع الملعب التونسي ولاصق ممتاز إلى حد الآن في الشوط الثاني، ولياقة بدنية عالية من الملعب التونسي أيضا من نادي الإفريقي. الكرة لغازي عبد الرزاق، صابر خليفة يسقط على أرضية الميدان، الحكم يرجع للمخالفة، لا يعطي أفضلية اللاعب منذ القاسمي. انزلاقية يربح على الكرة، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق يبحث على المساندة، يقرب صابر خليفة مع اقترابنا من نهاية المباراة في وقت الأصلي. ومعتز الزمزمي يغسل الكرة في الأخير، تخرج رمية 6 أمتار وثلاثة دقائق كوقت بديل، قدرها الحكم مسامة بن إسحاق ورفعهم الحكم الرابع وليد العوني. تصدي المباراة كانت من علي الجمل بالفعل. رمية 6 أمتار والجولة القادمة أكيد مباريات صعبة للفريقين، الأفريقي يستضيف نادي حملف والشابة يستقبل ملعب التونسي. كرة عالية بالراس، دفاع النادي الأفريقي موجود، منظر القاسمي يربح ضربة المخالفة ومردود مثالي لمنظر القابسي أو القاسمي بتبيعة أحد أبناء الترجي الرياضي التونسي. وثالث التغييرات بالنسبة للملعب التونسي، دايسم بن نصر باش ياخذ مكانه في تشكيلة البقلاوة مكان من؟ على ما يبدو اليمي سيكيرو. بالفعل اليمي سيكيرو النيجيري يخرج يخلي مكانه كما قلت لديسم بن نصر، وسط تصفيق الجماهير الحاضرة هنا في مركب باردو. مباراة توفت بالوعود، الفرص موجودة ولكن الأهداف غير موجودة. قد تأتي فيما تبقى من مجريات اللقاء، تقريبا ما زالت دقيقة ونص، والكرة للنادي الافريقي. بالفعل الحكم مسامة بن اسحاق يمنح التماس للنادي الافريقي. غازي عبد الرزاق ياخذ وقته تقريبا دقيقة ونص على نهاية المباراة في وقت الاصلي والاضافي، صابر خليفة، غازي عبد الرزاق، وفي الاخير كرة تخرج رمية تماس. كل فريق تقريبا ضيع على روحه فرصة الانتصار، كل فريق ضيع على روحه الكو في هذه المباراة. للافريقي وللملعب التونسي قد تنتهي بالتعادل السلبي، نقطة ممكن لا تساعد الافريقي وللملعب التونسي في انتظار الثواني الأخيرة. تمريرة كانت غالطة من باسيرو، تعود للملعب التونسي. علي معتوق، علي معتوق ياخذ وقت، علي معتوق يلعب التماس، يدخل المخالفة لصالح الملعب التونسي. حكم يقول مخالفة لصالح الملعب التونسي في هذه اللحظات الأخيرة. حسام بنينة مش يلعب كرة طويلة أكيد، حسام بنين يطول كورته في اتجاه أباتا،
يتعدى باتا خطيرة، ما فما حد، فما دفاع الفريق، ما زلت الكرة للملعب التونسي، التسديد هو الدفاع في مرة أولى، وما زال اختار لصالح الملعب التونسي، الشيخاوي التسديد، الهدف الأول للملعب التونسي، قاتل هذا الهدف ليزلي هيكل الشيخاوي، قاتل هدف هيكل الشيخاوي في الوقت بدل ضايع، يسدد مباشرة في شباك نور الدين الفرحات. كانت فرصة خطيرة للملعب التونسي، تجي على ساق هيكل الشيخاوي يسدد مباشرة في شباك النادي الافريقي، والواحد بلاش للملعب التونسي امام النادي الافريقي. هاي اللي عاد التسديد في مرة اولى، ترجع من الدفاع، كانت فرصة اولى ثم تعود، وهيكل الشيخاوي بالساق اليسرى يسدد في شباك نور الدين الفرحاتي، ويعطي التقدم والأسبقية للملعب التونسي في هذه المباراة بالكو تقريبا في وقت قاتل جدا على النادي الافريقي، والامتياز لهيكل الشيخاوي ونهاية المباراة بانتصار الملعب التونسي هدف مقابل صفر امام النادي الافريقي. هدف هيكل الشيخاوي في الدقيقة 90 زائد 3 نقاط في رصيد النادي الافريقي أو في رصيد الملعب التونسي، وهزيمة للنادي الافريقي أخرى بعد هزيمة الديربي، وفرحة كبيرة لجماهير الملعب التونسي مع تحيات كل الفريق اللي أمنك بهذا النقل المباشر، أنيس السحباني ومحمد الحبيب قويسم، ونمشيو مباشرة.